لعب الكرات الطويلة احنا لاحظناه في دورينا. ليش الفريق يلعب الكرات الطويلة؟ لان هي الطريقة اسهل طريقة للاعب. زين، ليش؟ لانه احنا لعب الحيازة الكرة محتاجين لاعبين مهارات عالية، تكتيك عالي، فلذلك ما نجده في الدوري العراقي. طبعا الدوري العراقي هذه مخرجاته للمنتخب، فتعودنا دائما نشوف الكرات الطويلة حتى ينقلوها في المنتخب. طبعا هذا دور من حتى دور كاساس، يعني كاساس إلا دور كبير لازم في عملية حيازة الكرة. احنا ذاك اليوم شفنا مع كل احترام للاعب زيد تحسين نزل 4-5 كور لعبها كلها طويلة. زين، احنا فلسفة كاساس هي حيازة الكرة. بعدين اكو شغلة ثانية، ما ادري تتفقون وياي او لا، انا لحد الان ما شفت حالات ثابتة تكتيكية، لا الركنيات ولا الفولات. ما ادري انتم شايفين واني ما شايف، مثلا يعني ما شفنا مثلا لمسة مدرب في حالة تكتيكية دفاعية، عفوا حالة ثابتة، فاول ركنية كلها كلاسيك، يعني كلها نفس الشيء. فنتمنى احنا يعني عملية تطوير المنتخب مو بس انه بس هذه، يعني عملية تطوير تكتيكيا وفلسفة المدرب. احنا عندنا يعني مشكلة كبيرة جدا، واحنا مقبلين على اللعب مع فرق الصف الاول. عندنا مشكلة بقلبين الدفاع، عندنا مشكلة في لاعبين الارتكاز، عندنا الظهيرين انا ما اخاف عليهم، حسين علي، احمد يحيى، يعني هذا احمد يحيى انا اعتبره من الاظهرة ظهير عصري، لكن كمنظومة عندنا هناك مشاكل كبيرة في الارتكاز وفي قلبي الدفاع، خاصة انت حتواجه نخبة من الفرق الجيدة، اليابان، كوريا، استراليا، ايران، يعني فرق يمتلكون يعني سلاحهم المهاجمين. والدليل يعني منتخب الاردن فاز علينا بلاعبين فقط، عندهم راس حربه جيد قدر يعني يدفعنا ثمن انه نخرج من بطوله اسيا. نعم.